أول شيء مشكورين على هذا اللقاء الطيب وما قصرتوا. نحن نشكر تلفزيون سماء الخليج وعلى جهودكم الجبارة في وجودكم اليوم على الإبداع اللي أنتوا عليه، ما شاء الله عليكم. سيد الجنيبي شخص متواضع، يعني الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وصلنا اليوم بعد 6 سنوات إلى المستوى اللي بتشوفونه اليوم إن شاء الله. نحن اليوم عندنا وكالة بريطانية، هذه الوكالة البريطانية هي الحصرية في الشرق الأوسط، عبارة عن منتج، أو الفكرة هي عبارة عن منتج قابل للإزالة، صبغ، هو صبغ قابل للإزالة مثل الجلاد. يعني اليوم أنا أغير لون السيارة كاملة، أو أغير حتى مثلا القطع للأكسسوريز اللي في السيارة وما شابه ذلك، ومتى ما أريد صبغ الوكالة والصبغ الأصلي موجود، أقدر أشيله بكل سهولة. فهي واحدة من أهم المميزات أو الأهم الخدمات اللي عندنا. نحن بدايتنا الحمد لله فتحنا في أبوظبي، كنا مدعومين من صندوق خليفة، الحمد لله من صندوق الشيخ خليفة الله يطول بعمره، وبعدها جينا وندعمنا من صندوق من مؤسسة محمد بن راشد كذلك لدعم مشاريع الشباب، جزاهم الله خير. اليوم شيوخنا لهم الفضل الكبير ومهما نتكلم ما راح نوفي ساعدتهم ودعمهم اللازم. والله الفكرة هي بدأت في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا كنت أدرس هناك، هذا الكلام تقريبا في 2011. فبدأت الفكرة عن طريق نحن لما نكون يعني عندنا وقت، لا خارج الدولة طبعا، عندنا وقت فراغ نتصفح في اليوتيوب جوجل وما شابه ذلك. فسبحان الله كان المنتج توه جديد في أمريكا، فالحمد لله خاطبنا الشركة وصلتنا للمصنع. المصنع طبعا قالنا نحن ما عندنا أحد في الشرق الأوسط وهذه فكرة جديدة، ونحن بالعكس مستعدين أن نحن نعطيكم الفرصة أنكم أنتم توزعون المنتج في الشرق الأوسط. غير صبغ السيارات، شو الخدمات الثانية اليوم اللي عندنا؟ اليوم عندنا منتج، أي حاجة أنت تتعلق في جمالية السيارة موجودة عندنا اليوم، من تغيير لون السيارة من داخل، تغيير لون السيارة من برا، حماية بدي السيارة من برا عن طريق الجلاد الشفاف، إضافة جماليات الكربون فايبر، أكثرهم يعرفون الكربون فايبر، راح أراويكم إياه بعد شوي إن شاء الله. من ناحية حتى معالجة الضربات من غير صبغ، يعني لا سمح الله إذا صارت ضربة باب نشفط الضربة هذه، التظليل المخفي، السيراميك، البولش، يعني أشياء كثيرة، أي شيء تبونه المكان مكانكم، يعني وان ستوب شوب. الكاستمر بس يجي عندنا عشان زينة السيارة بيقول لك من A to Z. شو بالضبط؟ شو اللي يبي موجود؟ اليوم مثلا في سيارات جديدة في 2019 وحتى 2020 سيارات الزباين صارت ما تطلب أوبشنز كثيرة من الوكالة لأنه يكون سعرها عالي، فتجي بعد ما تجيب السيارة من الوكالة تجي تضيف الإضافات مثل الكربون فايبر، مثل الألوان، يعني مثلا الحين أعطيت مثال، واحد مثلا زبون يروح لوكالة رينج روفر نفترض يعني، ويبي يشتري رينج روفر وقالوا له والله اللون اللي متوفر الأسود وهو حاب الأبيض، فقالوا له الأبيض لازم تنتظر 6 شهور مثلا، أو تكون تكلفته أعلى بالضبط، أو ممكن تكون تكلفته أعلى، فبإمكانه يأخذ الأسود ويجيبه ونعمل له إياه بالضبط نفس الوكالة أبيض، وفي بالإضافة لما يجي يبيع السيارة بكرة يقدر يشيله، يبيعه باللون الأبيض أو يبيعه باللون الأبيض الأسود، فصار عنده 2 options. حلو، شو السيارات اللي إحنا معتمدين عليهم اليوم في كارديو؟ اليوم كل السيارات أو بس السيارات الفخمة؟ اليوم لا، نحن نشتغل أي سيارة، ما عندنا مشكلة، يمكن الأسعار شوي تخلي الزبون اللي تبع السيارة الغالية يجي، طبعا نحن ما نرد أي أحد، بالعكس هذا المحل مفتوح، على قولتهم الزبون يرفس الباب ويدخل. فالسيارات اللي نحن شغالين عليها بتشوفونها الحين، وفي سيارات الوسط وفي سيارات الغالية. تكلمنا قبل شوي عن الخدمات اللي عندنا اللي هو تغيير لون السيارة كامل عن طريق الصبغ الجلاد. لو تشوفون السيارة هذه الفراري هني كان لونها أبيض، سويناها أحمر، الروزا كورزا ريد، الروزا كورزا هو لون من الألوان المعروفة للفراري، بالإضافة إلى عملنا الكربون فايبر للقطع هذه للمرايات. هذه القطع كلها ممكن تطلبها أنت من وكالة فراري أو من المصنع
بمبالغ باهظة كبيرة، واليوم تقدر تتعمل نفس الكواليتي بأسعار جدا مناسبة. اليوم هذه السيارة C63 البلاك إديشن، سيارة يعني جدا نادرة. اليوم يطلبون حب أنه يغير لون الرنجات من مثلا السيلفر للون الأسود ليزيد جمالية أو تغيير في السيارة. السيارة اللي هناك الجي 63 ل 2019 سيارة زيرو من الوكالة، الزبون طلبها لون أسود وكان حاب اللون هذا نفس ما ذكرت لكم قبل شوي عن موضوع الرنج روفر. السيارة هذه كان لونها أسود وحب يعملها اللون هذا، هذا لون من ألوان الوكالة، ما يتبطل عليك ولا يضر صبغة الوكالة ولا يتغير لونها. الضمان اللي عليها ضمان 10 سنوات، انه ما يتبطل عليك وما يضر صبغة الوكالة وما يتغير لونه. لو تلاحظ اللمعة لمعة وكالة، يعني مش تركب جلاد ممكن انه تطفي اللمعة، لا اللمعة نفسها. انا ودي على اساس الجماعة يقتنعون اكثر، يمكن يقولون في الكاميرا مش واضحة وما قرب كثير. الحين بخدش انا هني، لاحظتوا دوائر الخدوش اللي طلعت بينت الكاميرا؟ مبين. ايوه بالضبط مبين. عطها 5 ثواني وقاعد تشوف ان لحالها قاعدة تروح بتزول. صحيح. يعني عادي نشتغل اي نوع تبع سيارة او اي موديل سيارة؟ اي موديل سيارة نشتغل بالضبط. شو خططنا للمستقبل؟ اكيد ما اكتفينا يعني فرعي او بس المنتوجات اللي عندنا. والله في الحمد لله نحن بقيادتنا الرشيدة وبنظرية الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، إن نحن دائما نكون في المركز الأول. فما عندنا توقف لتحدي التحديات، فنحن دائما الحمد لله إيجابيين وخلنا نقول مجتهدين اتجاه الأبواب المقلقة على أساس نفتحها لنرى النور. اليوم في حاجة يمكن ما ذكرت لك إياها، إن نحن ما عدنا بس فرع في أبو ظبي في دبي، نحن الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى فتحنا فرع في ميامي في أمريكا. فالتوسع هذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى خلينا نقول الاجتهاد، اللي هو اليوم البزنس التجارة أهم حاجة فيها إنك ما تخاف التحديات. أكيد. وممكن شخص يقول لك ليش أنت لا تسوي هذا الشيء بتخسر. غلط. اليوم أنت ممكن تخسر، وما في بني آدم بدأ مشوار ما خسر، لكن لما تطيح رد وقوم وكمل، بتطيح مرة ومرتين وثلاث لكن بتوصل. طبعا مثل ما تشوفون الفك والتركيب اليوم نقطة مهمة في السيارة على أساس أنك أنت توصل للجودة العالية. الحمد لله نحن الطاقم اللي موجود عندنا طاقم كله فني متدرب في الخارج، طاقم ما بيشتغل على هاي السيارات إلا وهو متمكن. عندنا هنا غرفة الصبغ الثانية، مثل ما تشوفون السيارة هاي الروز رايز الفور ويل، سيارة توها نازلة أكثركم يعرفونها، شغالين على تغيير اللون. لونها اللي تشوفونه هذا لون الوكالة. الحين نعمل البريبريشن الماسكينج اللي هو تغليف الأماكن المهمة اللي ما نبى الصبغ يوصلها، وبعدين بيتغير لونها إن شاء الله. هذه الستاندات اللي تشوفونها هني ستاندات مخصصة لقطع السيارات. اليوم لابد من السيفتي، لابد من أن كل قطعة في هاي تكلف مبلغ وقدره، خاصة لما نحن نتكلم عن روز رايز. الستاندات هذه اليوم موجودة نحن لأول حاجة نتأكد من جودة الشغل، وثاني حاجة نتأكد من أن سيارة الزبون في أمان. في غرفة الصبغ نسميها غرفة العمليات، هذا الفني قاعد شغال على صبغ الرنجات الحين، وطبعا لابد من غرف مثل الغرف هذه لانها تعطيك في النهايه فينيشينج وكواليتي ممتاز. ان اليوم نحن كاصحاب الحلال تشوفيني انا مرات اشتغل معاهم، يعني ما اشوف نفسي كصاحب شركه واشتغل بيدي، اتاكد ان في البدايه الجوده هي اهم من المال. نحن نخسر المال لكن ما نخسر رجال. اليوم لما يجينا زبون يقول انا والله ما عجبني الشغل، اعيده لو 10 مرات
لكن أهم حاجة عندي أقدم بياض الوجه. حلو. دولة الإمارات شو تعمل دولة الإمارات للأستاذ سعيدين؟ سؤال ما أقدر أجاوب لأن ما له جواب. يعني دولة الإمارات ما هذا السؤال يعني إجابته طويلة ما راح أخلص. هذه السيارتين اللي تشوفونها قدامكم هني البنتلي واللي وراها الروز رايز، هذه السيارتين كلهم مغيرين لونها. البنتلي كان لونها سيلفر سوينا عليها بي، والروز رايز كان لونها أبيض وسويناه تيفاني بلو. اليوم السيارتين كذلك جايين على أساس نغير اللون الداخلية، لون الداخلية للسيارة. خلونا نشوف من داخل. تم تغيير لونها، كان لونها أحمر من داخل، وسويناها لونين الأبيض أو الهيليوس مع الأزرق، تناسق جميل. وطبعا ما شاء الله مثل ما تشوفون بالإضافة هني للكربون فايبر، إذا تصور تم تغيير التخشيب، كان لونه غير وعملناه كربون فايبر. هذا اليوم لما نحن نتكلم عن السيارة كاملة من الـ A to Z تقدر تغير فيها من داخل ومن برا. أهل السعودية منورينا دائما، سيارات توصلنا من السعودية، من الكويت، من عمان، من دول الخليج بشكل عام. بتكون جاهزة لطاقم الفني اللي هو يشتغل على تركيب القطع. مثل ما تلاحظون السيارة طبعا كان لونها بيج كامل من داخل، تغير إلى تيفاني بلو والهيليس خلينا نسميه. لو تلاحظون حتى الستيرينج ويل تغير كامل، القطع الداخلية، الجلد هذا كله جلد نافع طبيعي، يعني مش هو الجلد العادي ولكن نفس الجلد اللي يجي من الروز رايز. طبعا مثل ما قلت لك قبل شوي، لابد في كل تجارة أو كل مشوار فيه تحديات. نحن اليوم الحمد لله في نعمة مقارنة بدول ثانية، نحن الحمد لله نحمد الله ونشكره بأمن وأمان وحتى اقتصاد. الواحد اليوم ما في شيء بالسهل، كل شيء لازم يسعى، وسعى يا عبد ونسعى معاك الله عز وجل يقول. فاليوم التحديات اللي تحصل طبيعية، فنحن اليوم ممكن نكون up and down مثل الأمواج، لكن مش معناته أن أنا خلاص والله up and down خلاص أنا أسكر أو أنا أطلع من التجارة هذه. بالعكس اليوم يمكن في شركات كثيرة طلعت، لكن بالعكس هذا مش معناته أن نحن في اقتصاد مش قوي، بالعكس نحن في اقتصاد قوي واقتصاد صلب، يحتاج بس هو البقاء للأقوى، الثبات. فالحمد لله، يعني أنا أقول رسالة لكل شخص يشوف أو يفكر في أنه يترك المجال البزنس هذا بسبب والله تكاليف كثيرة ولا رسوم حكومية كثيرة ولا أمور، بالعكس اليوم اشتغل صح بتلاقي شيء صح. قد يكون المشكلة فيك أنت مش في الاقتصاد. مثل ما قلت لك يعني شيوخنا أو دولتنا بشكل عام ما توفي كلمة شكر، جزاهم الله خير والله يطول في أعمارهم، ونحن بدونهم بدون توفيق الله سبحانه وتعالى في البداية ما يمكن ما وصلنا لهالمستوى. صح. قبل نهاية البرنامج أستاذ سعيد، أكيد في أشخاص كانوا مساندين في مسيرتك المهنية، وبهالمناسبة حاب تقدم لهم كلمة شكر. طبعاً هو في كل برنامج أو عفواً في كل مشوار لابد يكون في قدوة. فأنا قدوتي في وصولي لهالمكان هو والدي الله يطول بعمره. الله يطول. فأكبر تحية وشكر له من خلال البرنامج هذا. صوت